أم عمر تقول: فضيلة شيخ، توفي والدي منذ 25 سنة، وقبل وفاته بعامين توفيت عمتي زوجته الأولى وهي حامل في شهرها التاسع. فقال الطبيب: إن الجنين حي، ممكن نقوم بعملية قيصرية وننقذه. فرفض والدي وقال: ليس الجنين بأغلى من أمه، واحتار من يقوم بتربيته، وفي نفس الوقت جهلا منه بأنه لا يعلم أنه لا يجوز. هل يأثم والدي على ذلك ويعتبر قد تسبب في قتلنا؟ إن كان كذلك، فما هي الكفارة التي ندفعها عنه حتى لا يعذب في قبره؟ والذي جعلنا نؤخر السؤال أننا لا نعلم عن الحكم، ثم إننا نتألم في تلك الحالة فقط، وكنا صغار السن. جزاكم الله خيرا. لا يلزم والدكم شيء حيال هذه المسألة، أنه لم يتحقق أن موت الجنين بسبب عدم إجراء العملية لإخراجه، فقد تجرى العملية ويخرج ويكون ميتا أو يموت أثناء ذلك، لم يتحقق أن موته بسبب عدم إجراء العملية. ثم إن إجراء العملية في مثل هذا لا بد فيه من تقرير أطباء ثقات يقررون أن الجنين حي وأن إخراجه لا يضر بأمه إلى غير ذلك. الحاصل أنه ليس على والدكم شيء في هذا، لأنها لم تتحقق السببية في وفاة الجنين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في السؤال السابق شيخ صالح، إذا ذكر الطبيب أن الجنين حي في بطن امرأة متوفاة وأنه بإجراء العملية القيصرية يمكن أن يخرج حيا بإذن الله، هل تجرى العملية حينئذ أو لا؟ إذا كانت الأم ميتة وقرر الطبيب أن الجنين حي وأنه يمكن إخراجه حيا بإجراء بشق بطن الميتة، فلا حرج في ذلك، لأنه إنقاذ لنفس معصومة. ما شاء الله. نعم. ولا يترتب عليه ضرر كبير بالميتة. نعم. جزاكم الله خيرا. من رفض بعد ذلك يا خانة، إذا ثبت لدى طبيب أو أكثر بأن الجنين في بطن متوفاة حي وأنه بإجراء عملية يمكن أن يخرج الجنين حي، ثم رفض ولي المرأة سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو ما أشبه ذلك، ما حكم هذا الرافض؟ هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، فإذا قرروا أن الجنين حي وأنه إذا بودر بإخراجه تنقذ بذلك حياته، فإنه تعمل العملية. طيب. نعم. ومن رفض؟ من رفض يؤخذ برأي الأولياء الآخرين الذين من بعده، أنه قد يكون للمرأة أكثر من ولي. نعم. يرجع إلى الآخرين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ينصح الشيخ صالح والحال ما ذكر أن تجرى العملية إذا كان الطبيب ثقة وكان واثقا من خروج الجنين حيا، ينصح بإجراء العمل. نعم. موافقة ولي المرأة. جزاكم. نعم. موافقة ولي المرأة حسما للنزاع. أحسن الله. ولا بد من التثبت في هذه الأمور وعدم التشرف. نعم.